شبابك والاحجار، احنا ربينا على طيبة ناسك بالاشعار بتغنينا. نحن الأسبوع الثاني من الأسبوع الثاني من الثورة السورية الجديدة، الموجة الجديدة من ثورة 2011. بدأنا بالعام الجديد ونحن مستمرون ومصرون على الاستمرار بثورة الحرية والكرامة، ثورة العدالة لكل السوريين من الشمال السوري إلى الجنوب السوري إلى كل مناطق سوريا. نحن مصرين على بناء دولة المواطنة، دولة الحقوق والواجبات، دولة ذات السيادة، مصرين على إسقاط هذا النظام بكل منظومته الأمنية بكل رموزه ومرتكزاته لبناء الدولة الحديثة. نحن بهذه المناسبة ندين المجازر الكموية والمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري من تهجير وقتل للأطفال والنساء والأبرياء وتهديم البنى التحتية. نحن نترحم على شهداء الأمة السورية ونعدهم بأن هذا ثورتنا ستكون مستمرة إلى أن نحقق جميع مطالبهم. هذا الحراك مستمر حتى ولم يبقى إلا 10 أشخاص بهذه الساحة، سيبقى الحراك مستمر ومؤثرون على هذا النظام. تأثير الحراك على هذا النظام ليس بكبره أو بقلته، وإنما برأيه بسلميته ومصداقيته. ألف رحمة للشهداء بالغوطة ولشهداء معركة شبكي يلي بهذا الشهر مرقت، أو شهر 7 مرقت أحداث شبكي، ومن كم يوم مرقت أحداث الغوطة أحداث الكيماوي. ونحن نرجع منأكد على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة الالتزام بالقرارات الأممية كافة، وعلى رأسها القرار 2254، لأنه لا خلاص للسوريين إلا عبر هذا القرار.